خليني كده يعني اقول لك انه يعني ماذا يريد المواطن من التعليم الحقيقه. يعني الناس تعبت من فكره انه طب عايزين نطور التعليم، طب عايزين نبص على المناهج، طب عايزين نشوف ده في التعليم. يعني تبني كمان الحوار الوطني هذا الملف، وانا بعتقد ان هو من اهم الملفات الحقيقه. فقولي لنا اهم المحاور اللي اتكلمتوا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا امين مساعد حزب مستقبل الوطن لمحافظه الجيزه، واللي انا بتكلم فيه دي رؤيه الحزب ورؤيه اعضائه. والدكتور سامي هاشم رئيس لجنه التعليم النهارده قدم توصيات وقدم الموضوع ككل اللي هي رؤيه الحزب، وانا هبقى في نفس السياق لانها احنا لبينا الموضوع كله على بعض. اولا قضيه التعليم قضيه قوميه، قضيه مهمه. سيادة الرئيس بنفسه عمل عام للتعليم، عمل مبادرات كتيرة جدا جدا انه نطور التعليم، عمل مبادرة 150 معلم لنقص المدرسين. يمكن ايد سيادة الرئيس معانا هامة جدا، وبتدينا دفعة وبتخلينا نبقى مطمنين ان احنا من اوليات الدولة. النهاردة كان يحتوي الموضوع اولا على تشريعات جديدة، تغيير القانون 139 لسنة 81 عشان يتلائم مع المدريات التعليمية أو وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية. يعني حضرتك عارفة أن التعليم بينشق ما بين سيادة المحافظ في محافظة أي محافظة طب. وفي نفس الوقت وكيل الوزارة بيبقى بيشتغل مع المحافظ ومع الوزارة، وأحيانا بيبقى في تضارب ما بين الجهتين. احنا طبعا بنغير يعني طالبين في المحور بتاعنا انه يتغير القانون عشان تبقى الامور مرنه ويحصل توافق ما بين الجهتين سواء وزاره التنميه المحليه او وزاره التربيه والتعليم. بنطلب دعم المعلم وتكمله تدريبه للتطوير التعليمي اللي تم، اللي هو من رياض الاطفال الى خمسه ابتدائي. ده العام تقريبا اللي انقضى، هيبتدي ندخل ان شاء الله للصف السادس الابتدائي، تبقى مرحله الابتدائي كلها اتطورت، وبعدين ندخل على المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه. اي شغل في الدنيا ممكن يخلص في سنه في سنتين في ثلاثه واشوف الناتج بتاعه، اما العمليات التعليميه لازم نشوف الناتج بتاعها بعد 14 سنه. اللي هم يعني جيل، بنتكلم على جيل كامل. هي دوره تعليميه، دورة من تعليمية رياض كمان. الاطفال لغايه الثانويه العامه دول 14 سنه. هشوف التطوير الحقيقي للطالب المتخرج من التطوير التعليم لما يوصل الطالب اللي دخل عندي اولى رياض اطفال لغايه ما يتخرج من الثانويه العامه. هنلاقي خريج مختلف تماما. أصرينا برضو على أنه يتم تدريب المعلم في هذه المناهج، وأنه يكون عنده دراية ويكون عنده يعني إمكانيات ومهارات تتلائم مع التكنولوجيا